اتفضل ابونا بورينا بقى هذه الاشياء الاثريه الجميله. هنا دي ايقونه العائله المقدسه رسمها يوحنا الارمني قرن 19، ودي بنعتبرها الليبل او يعني حاجه مهمه، لان وثيقه مهمه، وثيقه مهمه لدير المحرقه الوحيده اللي العائله المقدسه رسمها يوحنا الارمني. يوحنا الارمني رسم ايقونات كثيره جدا، لكن الوحيده اللي رسمها العائله المقدسه هي دي، وموجوده في دير المحره. ودي بتثبت تقليد عندنا قبطي انه المسيح في رحلته في مصر، ربنا يسوع المسيح له المجد، كان سنه من سنتين لست سنوات، انه طفل. يعني اول مره نشوف السيد المسيح كده يعني طفل مش بيبي، مع السيده العذراء. وهنا دي كلها ايقونات متفرقه للقيامه، كلها بترجع للقرن 19. تمام، تعالى بقى نخش المذبح. لا، عايز اوري حضرتك الايقونه دي كمان. من فضلك. دي ايقونه نادره، هي يا استاذ محمود دي. الايقونه دي نادره جدا برضو العائله المقدسه، لان فيها سالومي. سالومي دي القابله، ودي بنسميها احنا خادمه سر الخلاص. دي كانت مع العائله المقدسه من بيت لحم وفلسطين وفي مصر وعوده مره اخرى. هنا برضو يوسف النجار شيخ له لحية بيضاء، وده برضو بيثبت تقليدنا كأباط انه يوسف النجار كان خطيب العذراء، هو كان شيخ، احنا بنقول ان كان سنه 90 سنة. في ابتسامة لطيفة هنا ما بين الست العذراء والطفل يسوع المسيح، لو خدنا لو جه خدنا من بعيد سنة، وده يثبت انه دي رحلة عائلة في ارض مصر. جميلة على فكرة. بص خش، بس طبعا يعني هي فيها خيال شوية، يعني الست العذراء احنا بنشوفها اجمل من كده بكتير. انما يعني الصوره فيها الاثنين مبتسمين. لا، ما يهمني انه الحياه العائله بالظبط، حياه العائله، طفل وامه الى اخره. مظبوط. هنشوف المذبح بقى اللي هو اتفضل. ده اول مذبح في العالم، مظبوط المعلومه ولا ايه؟ هو المذبح الوحيد في العالم الذي دشنه السيد المسيح بيده الالهيه في حضور التلاميذ والسيد العظيم. يبقى اول واحد، ما فيش، لو ما فين الثاني؟ اصل اول يبقى في ثاني، لكن وحيد يبقى ما فيش. وحيد. المذبح الوحيد. صح صح، اتفضل.